معنا عبر الهاتف شقيق محمد شوكان وهو محمود أبو زيد. أهلا وسهلا بك محمود أو محمد معنا عفوا. أهلا وسهلا محمد مساء الخير، أنا سأسألك عما سألته صديقه ولعلك الأقرب والأعرف بأحوال شقيقك. ما هي آخر الأخبار التي تصلكم عن حالته وهو رهن الاعتقال إلى حد الساعة؟ في البداية أشكركم على تسليط الضوء لقضية أخويا محمود أبو زيد. لا شكر على واجب. ومحمود شقيقي محمود الآن بيقبع في سجون طرة في سجن الاستقبال، وحالته النفسية في تردي زيادة يعني لحد الآن القضية لم يكتب فيها خط واحد ولن يكتب فيها خط واحد. بيتم التجديد لحبس كل 45 يوم بدون أي سبب وبدون أي داعي. قدمنا جميع الدفوع وقدمنا جميع الاستشكالات وجميع التظلمات للقاضي أو للدائرة المعنية في هذه في القضية دي، ولكن ما حدش كان بيبص إليها أو ما حدش كان برضه بياخد بعين الاعتبار للحالة النفسية أو المرضية لأخويا. في ظلم واضح، في تعنت واضح من السلطات المصرية تجاه استمرار حبس أخويا الفترة دي كلها بدون أي تهمة وبدون أي ذنب، سواء هو كان مصور، سواء هو كان بيقوم بعمله كمصور صحفي في تخطيط الأحداث. فطبعا كان من يعني اليوم ده أنا عرفت إن جميع أغلب المصورين الصحفيين أو أغلب الصحفيين اللي انقبض عليهم كلهم أخلوا سبيلهم ما عدا أخويا، وكمان كذلك الصحفي عبد الله الشامي اللي انا ببارك له على نيل حريته بعد اكثر من 300 يوم. طبعا استمرار حبس اخويا الفتره دي كلها انا نفسي الاقي لها اجابه واحده. انا ما بلاقيش اي اجابه واحده لا عند النائب العام ولا عند الوكيل. طيب المحامي ما اعطاكمش اي تفسير قانوني لاستمرار حبسه والافراج عن زملاء اخرين؟ ولا المحامي يعرف كمان. ما حدش يعرف حاجه اساسا. احنا حاليا احنا في اشبه دوله اللا قانون. ما حدش فاهم حاجه، ما حدش راسي على حاجه، ما حدش عايز يفهم حد حاجه. دي المشكله اللي احنا بنعاني منها. يعني طول ال 600 يوم احنا نفسنا نلاقي سبب واحد واضح لاستمرار حبس اخويا طول الفتره دي كلها مش لاقيه. مع انه هو لا بينتمي لاي حزب او فصيل سياسي او اي تيار سياسي. ممكن يعني هل حبسه ده لانه هو مصور صحفي، لانه بيقوم بعمله الصحفي؟ ان كان يعني ممكن تكون التهمه بسبب كده. اذا الشغل الصحافه في مصر اصبح جريمه وبيعاقب عليها القانون، رغم ان الدستور كفل حريه التعبير والراي. فشتان طبعا ما بين اللي بنشوفه وما بين الحبر اللي كتب فيه الدستور.